كوافير. اذا كان محافظ بورسعيد اللي هو من العسكر رايح يكرم الرقاصات وسايب حافظ القران الكريم وما كرمهمش، هو ده ما يروح يفتتح كوافير؟ شيء طبيعي في عهد الانقلاب. توقع كل حاجه، كل ما يغضب الله ورسوله بيعملوه العسكر. اذا كان اصلا قائد العسكر نفسه قائد الانقلاب المرتد كفر عبد الفتاح السفاح، قال لك اللي بيغضب ربنا احنا معاه، عايز يتغصن ده افتتح كوافير بعد كده كبريد. هم كمان الحاجه الغريبه اللي سمعناها اخيرا ان هم عايزين يعملوا مسارح وسينمات داخل المساجد. المحافظ الشرقيه الموقر اللي سايب المستشفيات وسايب الحاجات العموميه وراح يفتتح كوافير. احنا عدنا في زمن الكوافير وزمن الرقاصات والممثلات والعاهرات عشان نحن نهتم بالكوافير ونسيب الناس المرضى اللي في المستشفيات اللي بتموت ما حدش بيسال عنها ولا في علاجات والدوائر الحكوميه كلها بايظه. وعدم توفر الكهرباء والبنزين ومشاكل الناس كلها اتحلت ومشاكل الشباب اتحلت والشباب اشتغل وكل وبسم الله ما شاء الله. السيد المحافظ راح يدي الدرع الذهبي للسيده المحترمه، ومحافظ ثاني بسم الله ما شاء الله راح يحتفل بافتتاح كوافير ممتاز، يعني هيخلي الحياه ورده اكتر واكتر، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. سياده المحافظ رضا عبد السلام باتباع شؤون المحافظه، وكان من اهم وابرز اتباع شؤون المحافظه وشايف مشاكلها وشايف كل الحاجات اللي فيها انه راح افتتح كوافير في كفر صقر. ساب المستشفيات وساب المدارس وساب التعليم وساب الطرق وساب الصرف الصحي والبلد شيء غرقانه في الهم كله وراح يفتتح كوافير. بسلامته مهتم بشعر الحريم. شعر الحريم، انما يهتم بالدوله ويهتم بشؤونها؟ لا، رايح يهتم بشعر الحريم. على كل الطرق وعلى جوانب الطرق مجالب زباله ومحارق زباله، الامراض اصابت الناس، المحافظه راح يفتح الكوافير ده لان هو ده اللي يخصه. هو ده اللي يخصه وده منهجه انه رايح يفتح كوافير، لكن ازمات الناس ومشاكل الناس اطلاقا هو ملوش علاقه بيها. الميه قطعه النهارده في كل الدنيا، واحنا بلد النيل، ميه الشرب مقطوعه مش موجوده، الناس بتعاني من كل الازمات.